معانا الكواليس اهي رجاله النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يرجعوا النهارده باذن الله، وتبقى نهايه سنه سعيده بقى ان شاء الله بكاس السوبر باذن الله رب العالمين، ويحافظوا على اللقب ويحرزوه للمره ال14 في تاريخهم. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، تركيز ان شاء الله باذن الله يكون عالي النهارده. هيبقى في غايب طبعا بعض اللعيبه المؤثرين زي الكابتن محمد شناوي وياسر ابراهيم اللي بصراحه لازم اشيد بيهم في الفتره الاخيره. ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي يعني عاملين دوره عالميه في كاس العالم للانديه. ان شاء الله ربنا يوفق النهارده مصطفى شوبير حارس المستقبل وحارس مصر في المستقبل ان شاء الله رب العالمين. لكني برضو انا عندي كامل الثقه زي ما الجماهير عندها ثقه كبيره جدا جدا في لعبتها. انا عايز بس اقول هم الجماهير بتبقى ايه؟ عشمانه لان هي عارفه معدن لعيبه النادي الاهلي، عارفه ان لعيبه النادي الاهلي عندها افضل وعندها الاحسن، وان النادي الاهلي ما بيبصش ابدا على المركز الثاني، المركز الثاني ده ليه ناسه. واحيانا كتير بيبقوا فرحانين بيه، احنا غير كده. احنا بنبص على بطوله، فماتش النهارده بطوله. ماتش النهارده بطوله جديده في مسيره النادي الاهلي المحليه. الحمد لله النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بيملك الرقم القياسي في البطوله. مع طبعا اختلاف المنافسين، الاهلي حقق 13 لقب في السوبر المصري. 13 لقب. ضحايا النادي الاهلي في السوبر المصري الزمالك 6 مرات، المصري مره، حرس الحدود مره، انبي 3 مرات، الاسماعيلي مره، بيراميدز مره. يجي بقى في المركز الثاني، احنا بنتكلم على 13 لقب للنادي الاهلي في السوبر المصري، يجي في المركز الثاني نادي الزمالك برصيد 4 ألقاب. 4 ألقاب. ولقب للحرس والمقاولين وطلائع الجيش. ولما نيجي نتكلم على النهائي كمان النهارده بنتكلم بنقول ايه؟ ان النادي الاهلي النهارده هو خد البطوله 13 مره ووصل 17 مره. وصل لانه يلعب على كاس السوبر 17 مره. من كام مره؟ من 20 مره. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده هيضيف اللقب رقم 14 في تاريخه. قبل ما اتكلم طبعا المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه بيدعم كل لعيبه النادي الاهلي وطبعا بيحييهم، وفي الاوقات اللي زي دي بتفرق معانا قوي الحاجات دي. رئيس النادي، رئيس البعثه يجي يشد على ايدينا قبل ما نروح المباراه، تفرق انا معايا كلاعب. جنبي، هم جنبي. هم جنبي زي ما الجماهير جنبي، هم قريبين مني، هم بيلعبوا معايا على فكره. مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة زيه زي الجماهير بالظبط بيلعبوا في الملعب مع لعيبة النادي الأهلي. فلأن النادي الأهلي أسرة واحدة. أسرة واحدة. جماهير، أجهزة فنية، لعيبة، ومن قبلهم مجلس الإدارة.